نتكلم في ايجابيات برضو في الماتش، حلوه كده جدا يعني. شناوي صد كور كتيره جدا يا عمر، صح؟ يعني عمل شغل جامد برضو، نديله الحقيقة حقه. وشايف اداؤه ازاي؟ هو الحقيقة الشناوي في الفترة الأخيرة مش واخد حقه خالص. بمعنى دي إيه؟ بمعنى حقيقة. إن اللعيب يكون واخد أحسن لعيب في أفريقيا وأحسن حارس في أفريقيا وما يحصلوش يعني بسبب الظروف اللي كان بيمر بيها النادي الأهلي في آخر بطولات، ما يحصلوش الاحتفالات الممكنة لدرجة إن هو احتفل بالجايزة بعد مباراة السوبر الأخيرة ضد الزمالك. الشناوي كان عنده تذبذب في المستوى، ولكن رجع دايما هو حارس مرمى مصر الاول، وعنده من الخبرات الكافيه جدا ان هو يقدر يقف على رجله تاني. وهنا بنشوف شخصيه اللاعب او شخصيه البطل او شخصيه قائد في الملعب، ان في عز ما ممكن يكون في لعيبه عندها تذبذب في المستوى او في لعيبه عندها قصور في الروح او في لعيبه عندها الاداء الفني بتاعها يا اميره مش قوي، نلاقي اللي هو الكابتن الفريق هو اللي شايل الفريق، كابتن الفريق قادر يحرك الفريق.